رئيس مجلس النواب يلغي صفة الحاكم العسكري درنا بن جواد المكلف بها عبد الرازق الناظوري. سيالا يقول إن هناك محاولات للاستيلاء على استثمارات وممتلكات ليبية في الخارج. استحداث مكتب لإعداد الخطط الأمنية لتأمين الانتخابات المقبلة والإشراف عليها. أهلا بكم مشاهدينا. أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المرمي إلغاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لصفة الحاكم العسكري درنا بن جواد المكلف بها رئيس الأركان التابعة لميليشيات الكرامة عبد الرازق الناظوري. وأضاف المرمي أن القرار جاء بعد انتهاء عملية تحرير درنا بحسب وصف هذا، وعين الناظوري حاكما عسكريا للمنطقة الممتدة من مدينة درنا شرقا وحتى بن جواد غربا في يونيو من عام 2016. نبقى في درنا، حيث قال مسؤول ديوان الرئاسة بالحكومة المؤقتة رضا الفريطيس أنه يعتزم إعداد منظومة لحصر من دعم من وصفهم بالجماعات الإرهابية. وأضاف فريطيس في منشور عبر صفحته الشخصية بفيسبوك أن المنظومة ستضم مقاتلين وتجارا وإعلاميين وناشطين مدنيين وحكماء وشيوخ قبائل وكل من أبدى معارضته لعمليات الجيش على حد قوله. وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع تجهيز ما يعرف بكتائب أولياء الدم بالمناطق المجاورة لدرنا بهدف تهجير العشرات من العائلات إلى خارج حدود برقة لعدة سنوات. إلى ذلك تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يظهر تعدي ميليشيات الكرامة في درنا على أحد المواطنين بالضرب والسب والتهديد بالسلاح قبل أن تقبض عليه تعسفيا. واحد ساري ديك الرباب يا مسلم مش رايدي ساري يا محمد وفي شان آخر، أفادت مصادر محلية بتواصل الاشتباكات بين ميليشيات الكرامة وقوات حماية درنا في عدة مواقع بالمدينة القديمة. وبحسب المصادر فتواصل ميليشيات الكرامة استهداف المنطقة بالمدفعية الثقيلة، ما أسفر عن تضرر عدد من المنازل جراء سقوط القذائف العشوائية على الحي. طلب نازحو ومهجرو بنغازي بتشكيل لجنة حياد للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الكرامة في مدينة بنغازي. وأكد النازحون المشاركون في لقاء التشاوري الأول المنعقد بتونس خلال الخامس والسادس من الشهر الجاري في بيان لهم، أكدوا أن مشروع المصالحة لا يعني التنازل عن الحقوق داعين إلى رد المظالم لأصحابها بحسب البيان. واستنكر المجتمعون عدم احترام الرعي لملف المصالحة بالبعثة الأممية كورو أندريا لما جرى الاتفاق عليه والقفز على المسارات المتفق عليها ما تسبب في أزمة ثقة وفق البيان.
وفي سياق منفصل، أجلت دائرة المفاوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري الدعوة المطالبة بضم واحة الجغبوب للأراضي المصرية إلى سبتمبر المقبل. قال موقع البوابة نيوز المصري أن المحكمة أرجأت الدعوة إلى 20 من شهر سبتمبر المقبل. هذا وكان المحامي المصري علي أيوب قد تقدم بدعوة تطالب ليبيا بضم الواحة بوصفها أرضا مصرية وفق تعبيره. وفي ذات السياق دان عضو المجلس الرئاسي المقترح محمد العماري المحاولات التي تقوم بها السلطات المصرية لضم أراضي ليبيا إليها عبر رفع دعوى بتبعية أرض الجغبوب وغيرها لمصر. العماري وفي بيان نشر عبر صفحته الرسمية بفيسبوك السبت قال إن تحركات مصر قديما وحديثا كان نتيجة تواطؤ بعض الليبيين ممن يوالوا تلك السلطات التي تعتبر حليفة لها وفق قوله. ودعا العماري المجتمع الدولي باعتباره الراعي لاتفاق الصخيرات للوقوف أمام هذه الخطوة الخطيرة وإيقاف هذا العبث والتدخلات السافرة بالأراضي الليبية وفق البيان. هذا ويستمر غياب رد الفعل الليبي من الجهات المسؤولة في الدولة شرق البلاد وغربها اتجاه تكرار التصريحات المصرية التي تتحدث عن ضم واحة الجغبوب والتي تقع جنوب شرق مدينة طبرق، وذلك بحوالي 300 كيلو متر، بل إن صمت بعضها قد يضع أكثر من علامة استفهام. إذا في مصر تقرر شيء أنا معها حتى ولو في غير مصلحتنا. ثمار التنازلات قد أينعت، واحة الجغبوب الليبية قد لا تلازمها هذه الصفة يوما ما، فمصر مستعدة للاستيلاء على أراضي الليبية بمباركة من يتجهزون لبيعها مقابل قبض الثمن الكرسي. جنوب شرق ليبيا بلدة الجغبوب، أجلت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري دعوى بشأنها تطالب بضمها للأراضي المصرية إلى 20 من سبتمبر القادم. الجغبوب مهد أبرز الحركات الاجتماعية المرتبطة بالتاريخ الليبي، فمنها انطلقت الحركة السنوسية التي أسهمت في نشر الإسلام في قلب إفريقيا وألفت بين قلوب الملايين. مصر ذات السجل الحافل بالنزاعات الحدودية، حلايب وتيران وصنافير، تخوض صراعا مستديما تارة مع جارتها في الجنوب السودان، وتارة مع شرقها، وأخيرا مع جارتها ليبيا. مطالب من قضاة ومحامين مصريين فضلا عن شخصيات عامة لطالما نادوا في أوقات سابقة بضم أراضي ليبية تحت ظل مصر، مدعين أن هذه الأراضي كانت مصرية زمنا ما، لكن مصر تستقوي في صراع وتبدو ضعيفة في آخر، إذ سلم عبد الفتاح السيسي جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بالبحر الأحمر للرياض متجاهلا مطالب شعبية وأحكاما قضائية رافضة. خطوة السيسي ذاتها قد يتخذها آمر ميليشيات الكرامة خليفة حفتر معه، فالرجل لا يجد بأسا في زيادة خنوعه لمعلمه الأوحد. المطالبات المصرية تتجاهل بوضوح قانونية ليبية الجغبوب، فاتفاقية نجريتو الموقعة بين الاحتلال الإيطالي ومصر عام 1925 والتي أدخلها الملك فؤاد الأول بن علي باشا حيز التنفيذ بعد 7 سنوات من توقيعها ومصادقة البرلمان المصري عليها، سلمت سيادة الواحة رسميا للجانب الليبي، ما يطرح التساؤلات حول ما إن كانت مصر تستغل الانقسام في ليبيا وإذعان حفتر لها لتتوسع غربا وربما تضع يدها أبعد حيث واحات الذهب الأسود. قال وزير الخارجية بالحكومة المقترحة محمد سيالة إن هناك محاولات من بعض من وصفهم بضعاف النفوس لاستغلال المرحلة التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية والمالية للاستيلاء على استثمارات وممتلكات ليبية في عدد من الدول. هذا ودعا محمد سيالة أمام قمة دول الكوميسا دعا حكومات الدول التي توجد بها أصول ومنقولات ليبية إلى مواجهة تلك المساعي والتصدي لها وفقا للاتفاقيات والمواثيق الإفريقية والدولية المبرمة بالخصوص.
في شأن آخر، أكد أعضاء مجلس الأمن ضرورة توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية في ليبيا وتعزيز شفافيتها. وطلب الأعضاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للمجلس، طالبوا المبعوث الأممي غسان سلامة بتقديم مقترحات مبكرة في ضوء طلب رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج من مجلس الأمن تشكيل لجنة لمراجعة تعاملات المصرفين المركزيين بطرابلس والبيضاء. ودعا البيان الأطراف الليبية إلى اغتنام هذه الفرصة لحل خلافاتهم حول المصرف المركزي والعمل على توحيد المؤسسات في إطار خطة العمل الوطنية. أكدت وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة للمواطنين الذين يرغبون في التظاهر على تشكيل لجان منظمة وتقديم إخطار مكتوب إلى مديريات الأمن يتضمن مكان تجمع المظاهرة وخط سيرها. وذكرت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بأنه يمنع من حمل السلاح أثناء التظاهر حتى لو كان مرخصا له. وشددت الوزارة على حق المواطنين في التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي وفقا للقوانين المعمول بها والتي تهدف إلى ضمان سلامتهم ومنع أي خروقات أمنية. هذا وكان عشرات المواطنين قد تظاهروا في العاصمة طرابلس احتجاجا على الأوضاع المعيشية وتعدد الأزمات التي تشهدها البلاد. المتظاهرون الذين جابوا عددا من شوارع مدينة طرابلس أمس انتقدوا أداء المجلس الرئاسي المقترح مطالبين برحيل رئيسه وأعضائه. وردد المتظاهرون هتافات ضد رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج محملة إياه مسؤولية الأوضاع والأزمات التي تعيشها البلاد، كما طالبوا بضرورة الإسراع في حل الأزمات الخانقة. وفي الجنوب الليبي نظم عدد من مؤسسات المجتمع المدني بسبها وقفة احتجاجية طلبوا فيها الجهات المسؤولة باستكمال محطة وبار الغزية نظرا لانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأكد المحتجون أنهم سيظلون متمسكين بمطالبهم حتى تحقق. نقف اليوم جميعنا صفا واحدا للمطالبة باستئناف العمل بمحطة وبار الغزية والتي تعتبر مشروعا استراتيجيا ضخما كلف الدولة 700 مليون دينار وينتج طاقة كهربائية تصل إلى 600 ميجا وات والتي سيدخل جزء منها إلى الشبكة العامة. ونحن نرى اليوم وما وصلت إليه المحطة من وقف العمل فيها وكميات والساعات الانقطاع الكهربائية التي هذا واستطلاع تنبأ آراء عدد من المواطنين حول انقطاع الكهرباء في مدينة سبها جنوب البلاد. طرح الأحمال أثرت علينا في كل شيء، أثرت علينا في دلاليجنا، أثرت علينا في صغارنا، أثرت علينا في صغارنا اللي يقروا، أثرت علي كل شيء أثرت فيه. أزمة الضي مفتعلة هي. بالنسبة لطرح الأحمال والله إيش منقول لك، تشوف فيها درجة الحرارة في سبها بروحك، تشوف فيها الناس كيف. وكل يوم قريب 5 ساعات ولا 6 ساعات مرات يقصوه حتى في الليل، يعني حتى وقت يجي الضي يجي ضعيف. والله طرح الحمال يعني فترات طويلة ب6 ساعات ومازال بيقص في الليل ومعاه، ولما يجي بيجي ضعيف، يخرب مكيفات وثلاجات وأضرار واجدة يعني. وكان بتولع حتى مولدات، مولدات ما أدري شنو في الوقت هذا، درجة حرارة ساخنة وبنزينة ما فيش، يعني ما مش درجة حرارة قصدي
الضي ضعيف بك الوقت يجي. نواحي فنية احنا ما نقدرش نتكلموا فيها، هم يقولون هل صادقين كاذبين الله أعلم، ما نقدرش أقولك لما يقولك تخفيف أحمال ولما يقولك اليوم عندي كذا واليوم عندي كذا. ولكن أنا في ملاحظة منشوفها، إذا كان في الصيف تشتغل مكيفات، في الشتاء الدفايات تشتغل أكثر من المكيفات. أي آلة كهربائية تأخذ التيار الكهربائي تحوله من طاقة كهربائية لطاقة حرارية تأخذ الضعف متاع التيار الكهربائي، ليش في الشتاء احنا ما عندناش الأزمة هذه؟ في شأن آخر، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن دخول الوحدة الأولى بمحطة كهرباء خليج سرت البخارية على شبكة بقدرة بلغت 250 ميجاوات. ووفقا لمنشور للشركة عبر صفحتها بفيسبوك السبت، فإن دخول الوحدة جاء بعد استكمال أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية. ويذكر أن الشركة قد ذكرت قبل يومين أنها تعاني من عجز بحوالي 2000 ميجاوات. وفي سياق منفصل، استحدثت وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة لشؤون الانتخابات والذي سيتولى إعداد الخطط الأمنية لتأمين العمليات الانتخابية. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك أن المكتب سيشرف بشكل مباشر على غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالدوائر الانتخابية بالمناطق التابعة لها. وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب للخروج بالبلاد من الانقسامات التي تعيشها. العاصمة متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل. كاميرا نباء تحملكم لزيارة أول مدرسة بنين وبنات شيدت بجبل فوسا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. أهلا بكم. في ملف الهجرة، قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن هدف الاتحاد الأوروبي النهائي هو منع المهاجرين من مغادرة إفريقيا نحو أوروبا. ودعا سالفيني في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى وضع خطة للاستثمار في أفريقيا وتحسين ظروف المعيشة في دول المصدر لمنعهم من الهجرة. وأشار سالفيني خلال المقابلة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لإجراء انتخابات حرة ودعم العملية السياسية في ليبيا. من جهة أخرى، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة ترحيل أكثر من 10,000 مهاجر من ليبيا منذ مطلع العام الجاري ضمن برنامج العودة الطوعية. وأوضحت المنظمة في منشور عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك أن هذه الأعداد خاصة بالمنظمة الدولية للهجرة ولا تتضمن حصيلة المهاجرين الذين تتولى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نقلهم إلى بلد ثالث ضمن برنامجها الخاص بإعادة توطين فئات المهاجرين الأكثر ضعفا. أعلنت جمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية عن تجهيز مجموعة من القبور لدفن عدد من الجثامين لمهاجرين غير نظاميين بعد تراكمها بدار الرحمة بمستشفى بني وليد العام. وقالت الجمعية في بيان عبر صفحتها إن الجثث ستدفن خلال الأيام القادمة بعد إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية حسب قولها. وأضافت الجمعية أنهم تعاونوا في عمليات حفر القبور مع إدارة مستشفى بني وليد العام ومكتب الهجرة بالجمعية وفق تعبيرها. عمليات إنقاذ وتدفق مستمر للمهاجرين، كان آخرها عملية إنقاذ 158 مهاجرا قبالة مدينة الخمس، حال اعتادت عليه الشواطئ الليبية بالفترة الأخيرة في أزمة زادت من معاناة البلاد. التفاصيل في التقرير التالي.
لحظات قليلة كانت تفصل بين هؤلاء المهاجرين والغرق، لولا أن أدركهم رجال حرس السواحل الليبي والأمر نفسه يتكرر خلال الفترة الأخيرة. عشرات المهاجرين غير النظاميين جرى إنقاذهم من قبل حرس السواحل قبالة الشواطئ الليبية بعد أن ظل بهم قاربهم المططي في عرض البحر، وكانت نهايتهم وشيكة إذ ذاك. 128 رجلا وعشرة أطفال وأربعة وعشرون امرأة من جنسيات أفريقية مختلفة هي آخر إحصائية لمن جرى إنقاذهم حين تمكن زورق جمينس من تحديد موقعهم على بعد 47 ميلا بحريا قبالة سواحل مدينة الخمس. فاليوم بلغونا في تقريبا الساعة 8 في الصباح الباكر، قمنا بتجهيز زورق وانطلقنا ناحية الهدف، وكانت المجموعة كبيرة على الزورق. ف الزورق طبعا ممكن بقي في البحر أكثر من 9 ساعات، خاصة لما هو ماشي للهدف تكون سرعته أكبر. المهاجرين أنزلوا عند نقطة الخمس التي اعتادت استقبال المهاجرين الأفارقة في الأونة الأخيرة، حيث سلموا بعد ذلك لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للتعامل معهم. البحرية الليبية بشكل عام تعاني بحسب المسؤولين من عدة صعوبات، إذ تعمل في ظل قلة الإمكانيات خاصة تلك المتعلقة بالكشف والإنقاذ الليلي، إضافة إلى زوارق التتبع السريعة. مأساة إنسانية لا تكفي الجهود الأمنية وحدها في الحد من تأثيرها، خاصة بعد ارتفاع الكلفة الإنسانية لضحايا الهجرة وتحول الأزمة لملف في ضغط سياسي تستغله بعض الدول لمصالحها الذاتية. فالملف على الرغم من التحركات الدولية الأخيرة، إلا أن ليبيا لا تزال الأكثر معاناة منه بسبب تكدس المهاجرين في مراكز الإيواء المنتشرة في البلاد. فإلى أين ستصل أزمة الهجرة بليبيا والمهاجرين الأفارقة؟ ليبيا تزخر بالعديد من الشواهد التاريخية التي مع إهمالها من قبل الجهات المسؤولة، إلا أنها ما زالت تحتفظ بمعالمها، ومنها أول مدرسة بنين وبنات والتي شيدت بجبل نفوس. التقرير التالي والتفاصيل. مدرسة أبي محمد خصيب الطمصمصي بمدينة طمزين، الجبل الغربي جبل نفوسة، أسست خلال القرن الرابع الهجري بقرية طمصمص، وكانت أول مدرسة مختلطة من الذكور والإناث. أبو محمد بن خصيب بن إبراهيم بن خصيب الطمصمصي تتلمذ في على يد أو تتلمذ في بلاد هنا، ثم بعد ذلك انتقل إلى أبو يحيى زكريا أبو يحيى بفرسطة، أحد العلماء فرسطة في ذلك الوقت، ثم انتقل إلى نالون تتلمذ على الشيخ أبو الربيع هارون النالوتي، ثم تخرج من نالوت فاستقر، عاد إلى بلاده إلى طمصمص. مدرسة أبي محمد درس فيها العديد من العلماء، من بينهم أم طوس، وهي أول فتاة درست في هذه المدرسة، وكانت تأتي من كباو إلى طمزين لطلب العلم، إضافة إلى الطلاب الذين تعلموا بمدرسة طمصمصي، منهم أبو زكريا بن سفيان النالوتي وأبو هارون موسى بن هارون، اللذان أصبحا فيما بعد من كبار علماء الجبل. مدرسة للحفظ القرآن والفقه وتعليم الذكور والإناث، يعني ولذلك سميت المدرسة بمدرسة أو المدرسة للبنين والبنات. ثم بعد ذلك صرف حياته كلها في الجهاد وفي جهاد الجهاد النفسي والعلمي، وكل ما يكسب لإحياء بلاده من مال ومن جهد ومن معلومات. مدرسة أبي محمد خصيب الطمصمصي تعد من الشواهد التاريخية التي تزخر بها ليبيا، وتعاني في المقابل من إهمال الجهات المسؤولة. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام العاصمة، كما يمكنكم متابعتنا على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يمكنكم أيضا التأكد من حساب القناة الرسمية على فيسبوك من خلال موقعنا الإلكتروني أنباء.تي في. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.